بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة سامي إنجليش. النهاردة إن شاء الله هنستكمل مع بعض يونت 9 للصف الثاني الثانوي بعنوان Conservation. كنا نشتغل من كتاب المعاصر واقفين في صفحة 116. عندي هنا Linking Words and Expressions Formal and Informal. عندي ما أجي أتكلم عن كلام متناقض هقول يعني معناه Contrast. في نوعين من الكلام، في كلام رسمي وفي كلام غير رسمي. الكلام الرسمي هستخدم كلمة however معناها ومع ذلك، واخدينها من زمان في الاعدادي. والكلام informal هستخدم كلمة but. اوكي، اقول I was angry، انا كنت غضبان. however I didn't say anything wrong. I was angry نفس الجملتين، بس هنا البنكتيوشن بيختلف، ان حطيت هنا فصلت الجملة الاولانية وبعد however حطيت قامة. اما الجملة التانية جمعت الجملتين وحطيت ما بينهم but. عندي كلمة عندي كمان لما اجي اتكلم عن الريزلت النتيجة، في برضو كلام فورمال وفي كلام انفورمال. consequently ونتيجة لذلك ده لو فورمال، و as a result ده لو انفورمال. the flat is in a noisy street. consequently I won't buy it. الشقة في شارع ضوضاء ونتيجة لذلك انا مش هشتريها. the flat is in a noisy street. as a result I won't buy it. okay. في البربس الغرض، في برضو طريقه فورمال وفي طريقه انفورمال. الطريقه الفورمال هي سنه تانية، ممكن اقول تو عشان ابين الغرض، او ان اوردر تو، او سو اس تو بلس انفينيتيف. اقول مثلا وي جيت اب ايرلي تو كاتش ذا سكول باس. احمد ويل هيلب مي سو اس تو سولف ماي بروبلمز. سما ستاديز هارد ان اوردر تو باس ذا اكزام. اوكي، الكلام الانفورمال بقى زي كلمة so that، او عشان بس ابين الغرض او السبب، يعني in order that. طبعا اول ما اشوف كلمة that اعرف ان بيجي بعديهم جملة كاملة. in the hope that وبعديهم جملة. اقول ايه مثلا، وكمان بيقول لي اننا ممكن استخدم افعال ناقصة زي can will may might infinitive بعد so that لو الكلام عندي في المضارع، لكن لو الكلام عندي في الماضي زي الجملة اللي تحت ديت بستخدم بعد so that او in the hope that could او would او might plus infinitive. تعال نشوف الexamples. we get up early so that we can catch the school bus. احنا بنصحى بدري عشان لكي ايه نلحق بأتوبيس المدرسة. احمد will help me in order that I will be able to solve my problems. خلاص، يبقى هنا بستخدم in order that و so that و in the hope that عشان ابين ال purpose. سما studied hard in the hope that، طبعا هنا ماضي عشان كده قلنا she could pass the exam. طيب عندي برضو expression اسمه not only but also، معناه ليس فقط ولكن ايضا. بالنسبة لاستخدامها هقول مثلا we did not only go to the market. احنا مش بس رحنا الماركت، but we also went to the zoo. ولكن احنا ايضا رحنا حديقة الحيوان. ممكن كمان استخدم also بعد but على طول عادي جدا. اقول we didn't only go to the market but also we went to the zoo. وممكن استخدم كمان as well في الاخر خالص. we not only went to the garden but we went to the zoo as well. اوكي، ما نستخدمش do ولا does ولا did بعد الفاعل بين but و also. ازاي؟ اما اقول she not only arrived late، هي مش بس توصلت متأخر، but she also forgot her books، يعني هي كمان نسيت ايه الكتب بتاعتها. بتساوي she not only arrived late but she forgot her books as well. خلاص، برضو نفس الطريقة بتاعت فوق، ممكن استخدم also ممكن استخدم as well في الاخر الجملة. لابد ان يستخدم فعل مساعد قبل الفعل. افرض احنا بدأنا الكلام بنوت only، بيقول لي لو بدأت الكلام بنوت only هستخدم الفعل على طول بعديها وبعدين الفعل. ازاي؟ اكيد جايب جملة. اقول مثلا not only did we go to the market but we also went to the zoo. شايفين هنا في المثال ده سنة تانية، not only لو بدأنا بيها بيجي بعديها الفعل المساعد زي ما انتم شايفين كده did we go to the market but we also went to the zoo. طب افرض بقى not only but also ربطت فاعلين مختلفين، الفعل التاني الفعل ده هو اللي هنحطه بيتبع الفاعل الاخير. ازاي؟ اقول not only Tom
but also his brothers. هنا عطفنا ايه؟ عطفنا ما زي ادوات العطف عندكم في اللغة العربية، الفاعل توم واخواته، اخر فاعل عندي مين؟ his brothers، عشان كده اقول are doctors، يعني مش بس توم بس ولكن اخواته كمان دكاترة. Not only Tom but also his brothers are doctors. خلاص. What's the difference between arise from و come from؟ الاثنين واحد، arise from و come from معناها ينشأ من، بس فيها في واحدة formal والتانية informal. الفورمال اللي هي arise from، التانية come from informal. A lot of health problems arise from gaining weight. كثير من المشاكل الصحية بتنشأ من زيادة الوزن. Come from برضو تنشأ من، بيجي بعديها جيرانت يا نون. A lot of health problems come from gaining weight. يمكن أن يأتي المفعول بين arise from و come from والجيرانت. إزاي؟ أقول most social problems، معظم المشاكل الاجتماعية arise from people not getting a good education، بتنشأ إن الناس ما بيحصلوش على تعليم كويس أو تعليم حلو. arise from people أهي، جي بعديها مفعول وبعديها not وبعدين الجيران. طب lead to result in، يؤدي إلى. lead to result in، lead to result in الاتنين بيجي بعديهم noun أو جيران، بس lead to يؤدي إلى دي formal، والresult in يؤدي إلى دي informal. All pollution leads to suffering from health problems، بتؤدي إلى المعاناة من مشاكل صحية اللي هو التلوث يعني. Pollution results in suffering from health problems، results in suffering from health problems. وكمان المفعول ممكن يجي بقى بين lead to result in، نفس الكلام بتاع arise from و come from، ممكن يجي مفعول به بعد lead to result in، وبعدين الجيرانت او voluntary work يعني العمل التطوعي can eventually lead to a volunteer getting a good job. a good job. خلاص. طيب ديت كان بعض الملاحظات اللي كانت موجودة بعد التكست، وكمان في هنا اسئلة مجابة عنها بتجاوبها وبتقيم نفسك. عندي في صفحة 119 اسئلة بقى مش متجاوب عليها في نهاية الكتاب، فهبدأ احلها معاكم. ثواني. صفحة 119 من كتاب المعاصر بيقول choose the correct answer from A, B, C or D. If a type of animal is A, this means it may die out soon. طبعا لو نوع من الحيوانات معرض للخطر ده معناه ان هو هيموت او ينقرض يعني قريب. طيب I نقط what happens in the shop through cameras. I monitor طبعا معناها انا بلاحظ او براقب. I monitor. He got up late نقط he caught the train. He got up late طبعا as a result تنفع، و consequently هو صحي متأخر ونتيجة لذلك فاتوا القطر. A و C تنفع. We all have to eat risen. We all have to fight. يعني لابد كلنا نحن نحارب الإرهاب. The elephant is one of the endangered A of animals. Endangered species. طبعا اللي هي أنواع. الأولانية دي توابل. Spices. خدوا بالكم. Doing A work for charities is a good thing for the whole society. Voluntary. اللي هو العمل التطوعي حاجة كويسة جدا للمجتمع كاملا. Smoking A to so many health problems. Smoking leads to بتؤدي إلى كثير من المشاكل الصحية. The rabbit is a nice creature. Creature معناها مخلوق، يعني الأرنب مخلوق جميل. So many health problems. طبعا A smoking arise from smoking يعني جاية من تنشأ من التدخين. Wasting time A failure. Wasting time leads to تنفع و result in تنفع بتؤدي إلى الفشل. تضييع الوقت يؤدي إلى الفشل. Parents work hard to A that their children get enough care to ensure إن طبعا الوالدين بيشتغلوا بجد عشان يتأكدوا إن أطفالهم
هيبقى عندهم الرعايه الكافيه. The student protecting a in forest is necessary to keep the natural balance. طبعا protecting طبعا biodiversity اللي هو التنوع البيئي في الغابات بيؤدي الى ضروري عشان نحافظ على التوازن الطبيعي. The student who had come first won a A to the American University scholarship منحة دراسية. It's necessary انه من الضروري for us to a farmland. طبعا to be reserved معناه يحافظ على. Energy A is important. Energy طبعا conservation محافظة على محافظة على الطاقة يعني. Most social problems A poverty and ignorance. طبعا most social problems طبعا lead to poverty and ignorance. الكثير من المشاكل معظم المشاكل الاجتماعية بتؤدي إلى الفقر والجهل. A plastic and glass is easy. طبعا recycling ماشي. Some scientists went on A to the forest to help protect endangered animals there. طبعا expedition رحلة استكشافية ماشي. When a job makes you happy and satisfied we say it is a job. طبعا لما تبقى الوظيفة بالنسبة لك بتخليك سعيد وراضي هنقول عليها وظيفة ايه؟ rewarding مجزية، وظيفة حلوة انت مرتاح فيها يعني. طيب نكمل مع بعض. When a job is difficult but interesting, we say it is a طبعا صعبة بس ممتعة، طبعا تنطوي على الايه؟ تنطوي على التحدي، طبعا challenging. طيب moving from Aswan to Cairo has caused changes to my life. طبعا moving from Aswan to Cairo has caused a طبعا significant changes to my life معناها تغيرات هامة في حياتي. He is British هو بريطاني. He is a English speaker. He is a native تنفع foreigner تنفع يبقى A و B تنفعوا الاثنين. He lives in a city of 3 million inhabitants معناها يعني سكان أصليين. I have a lot from my grandfather's experience. I have طبعا benefited a lot. أنا استفدت كتير من خبرة جدي. The development of education will help the young generations. يعني تطور التعليم هيساعد الأجيال الصغيرة. It's natural. Natural طبيعي. To ease some problems every now and then. طبعا face now and then بين الحين والآخر. Pollution is a real A to mankind. Pollution is a real threat. Threat معناها تهديد. التلوث هو تهديد حقيقي للبشرية. He is a member of the team A in supporting the charity. طبعا the team طبعا caring in supporting the charity ولا involved. He is a member of the team involved in supporting charity معناها المتضمن في تشجيع الايه او يعني الوقوف بجانب التشاريتي. The government plans to a new factory to recycle waste from the city. طبعا run معناها يدير. This restaurant هذا المطعم offers a of sea dishes variety معناها تشكيلة حلوة من اطباق البحر. He was a for the great efforts he has exerted. He was rewarded هو كوفئ بسبب الجهود العظيمة اللي هو بذلها. About 60% of the student in my school are boys are less in number are female. طبعا 60% من الطلبة في المدرسة إناث، الولاد أقل في العدد. The A reefs
the coral reefs in the Red Sea. هي معروفة الشعب المرجانية. The coral reefs in the Red Sea are home to thousands of colored fish. My father has already a for the repairs, but I don't know how much that was. طبعا paid يعني ايه؟ ما بابايا دفع كثير الكثير للإصلاحات، ولكن انا ما اعرفش هو دفع قد ايه. intelligent people الناس الاذكياء make use of the a offered to them. طبعا make use of the opportunities يعني ايه opportunities؟ يعني الفرص المعروضة ليهم. okay your success has a us all you have showed us that nothing is impossible. انت كده وضحت لنا ان فيش حاجة مستحيلة. طبعا inspired معناها تم الايحاء. انت يعني ايه كنت نوع من الانسبيريشن، انت عملت لنا ايحاء. workers are better in jobs that need physical strength. طبعا male workers are better اللي هما العمال الذكور احسن في الوظائف عشان هما محتاجين قوة بدنية. we need to use a to keep this food useful. طبعا preservative اللي هو المادة الحافظة. the experience you have a from voluntary work gained from voluntary work will make you more employable. he is a volunteer. This charity event is on volunteering. It doesn't pay the people who work there. This charity depends on a work, voluntary work. This adjective, it doesn't pay the people who work there. She, طبعا, volunteered to look after the baby. يعني هي اتطوعت. A rewarding job is طبعا satisfying ولا dissatisfying. unrewarding طبعا satisfying يعني مقنعة مرضية. he isn't fit هو مش fit. as a result he can't play the game. which of the following replaces as a result consequently the pharaohs in Egypt and had a great civilization thousands of years ago. طبعا inhabited معناه inhabited سكنوا مصر. the pharaohs were the first inhabitants كل السكان الاوليين of Egypt and they had great civilization thousands of years ago. my grandfather's advice stopped me طبعا from تنفع stopped me taking the wrong decision. from taking طبعا تنفع from صفحة 123 عندي advanced exercise مجاب عنه في نهاية الكتاب، ممكن تحله عشان وتدي تقييم لنفسك تشوف انت جبت كام. يا رب تكون الحلقة مفيدة. الحلقة القادمة ان شاء الله هنتكلم فيها عن الجرامر بتاع يونت 9. شير لأصحابك عشان يستفادوا ان شاء الله. ما تنساش لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.